الصورة، الوالد والوالدة عندهم مشروع خاص بهم. كاينة أنا خويا الصغير، وعشت فيلا، وعشت واحد العيشة في الشاب بزاف اللي بغيتها نلقاها. قريت في مدرسة خصوصية من الابتدائي حتى للثانوي، عمر والدي حرموني من شي حاجة. وكبرت وسط واحد العائلة حنينة ومتماسكة مع بعضياتهم. عمرني شفت الوالد والوالدة تضربوا أو لا تتغاوطوا، العكس ديما ضاحكين وديما ناشطين. وكلنا كل سبت تنديروا واحد الحفلة صغيرة وتنجمعوا باش ننسوا السيمانة اللي دازت علينا. المهم، والأيامات الأخرى كانت القراية فقط، ممنوع التلفازة، ممنوع التليفون. كبرنا أنا وخويا وحنا ما خاصنا حتى شي خير، الحمد لله. خديت الباك ديالي ومشيت لبرا نكمل قرايتي. هنا فين غادي نتعرف على زكريا اللي كان نفس الدومين ديالي، وكنا تنقراو انا وياه في المدرسه ديال المهندسين، وتعرفنا، وكان هو السند ديالي تما كلينا. وكيف ما غادي نوصف لكم، كان هو الاخ الاكبر ديالي، كان رد لي البال بزاف، واللي بغيتها مسكين كان تيجيبها ليا. ولكن كانت علاقتنا في حدود. المهم كملنا قرايتنا اللي كانت 4 سنين، ومن بعد رجعنا للمغرب، هو من مدينه اسفي وانا من الرباط. ومن بعد ما فكرنا انا وهو درنا واحد المشروع مجموعي، والحمد لله كان داك المشروع اللي حلينا ناجح من اول عام ديالو، وبدينا الخدمه وتماره ديال الخدمه، ودوزنا عامين حنا في داك المشروع. من بعد قال لي فردوس، قلت لي نعم. قال لي انا راني بغيت نجي نخطبك ونجي نشوف والديك. ومع انا في الضحك قلت لي على سلامتك، وبقى هو تيضحك. المهم حددنا وقتاش غادي يجيو لدارنا، وفعلا جاو ورحبنا بهم ودرنا اللي في جهدنا، وحتى عائلتي وافقوا ما قالوا ليش لا. اصلا عائلتي كبرونا انا وخويا على اننا نختاروا داكشي اللي خاصنا وداكشي اللي بغينا في حياتنا، ولكن في نفس الوقت نتحملوا مسؤوليه الاختيار ديالنا مهما كانت العواقب ديالها. المهم، ومن بعد جلسنا وجمعنا، واللي لفت الانتباه ديالي في النهار اللي جاوا يتعرفوا علينا هو ان الام ديال زكريا كانت من داك الامهات اللي مسيطره بزاف. كل شويه تقول زكريا هو الوحيد وسط البنات، وهو مسكين ما يقدرش يهز العين، بحال خايف بحال مخلوع، عكس داك الراجل اللي فاش تنكونوا غير انا وياه. مهم، ولكن هادشي كامل ما تيهمش، مادام تكون الانسان تيبغي شي حد خاصك ضروري تقبلي اي حاجه وتصبري لاي حاجه. مهم، دازت داك الليله، وبحكم هما بعادين بزاف اضطروا انهم يباتوا عندنا حتى الصباح غادي يمشيو. وفي داك الليله جلسنا انا وزكريا في الجرده وهضرنا وتجمعنا وضحكنا، ولكن من بعد لقيت ان داك اللقاء اللي كان غير في الجرده ديالنا دار ليه مشكل مع امو، ونقرت عليه بزاف في الصباح. ومن بعد حددنا وقت ديال ضرب 6، ومشوا عائلته في حالاتهم، وهو وصلهم ورجع. وفاش رجع قال لي فردوس دابا خاصنا نوجدوا داكشي ديال ضرب 6، وهو يقول لي شوفي انا غنقابل البيرو وانتي سيري تقدي داكشي اللي خاصك. وفعلا مشيت انا تنوجد لضرب 6 وهو كان مقابل البيرو، ولكن كان تيكون شي مرات معايا، ولكن ماشي دائما، الاكثريه ديال الوقت كتكون معايا ماما، تقديت كلشي وجدت كلشي، اي حاجه درتها كنت تنصورها وفرحانه وتنوريها ليه. ومن بعد 15 يوم وجدت كل شيء، وعيطنا لعائلته ودرنا واحد الليله زوينه ديال ضرب 6. حضروا عائلتي وعائلته، كانوا غير المقربين صافي. وين داز داك النهار زوين وعجبني انا صراحه، وفرحت بزاف، وحتى زكريا كان فرحان. ومن بعد داك الليله قالوا لينا انت غادي ديروا العرس، حنا نقولوا لهم حنا ما غاديش نديروا العرس، ولكن كل شيء رفض، ماما بابا وحتى عائلته. مو قالت لا انا بغيت نفرح بولدي وبغيت ندير عريس لولدي ونعرض للعائله، واصلا حنا حتى الدار مازال ما عندناش، كيفاش غنديروا حنا العرس والدار ما عندناش؟ المهم، والوالد ديالي قال لي اختاري، يا اما نعاونك في الدار اولا ندير لك العرس. انا اختارت الدار، ولكن من بعد سير وجي في الهضره هما قرروا يديروا العرس وتحنا نعاونهم شويه ديال الفلوس وندير واحد العرس على قدنا، واكيد مع الوقت ان شاء الله غادي نديروا دارنا وتكون ان شاء الله كبيره وكيف بغينا حنايا. المهم صافي اتفقنا غادي نديرو واحد العرس اللي غادي يكون شهر 8 باش خوتو اللي كاينين على برا يجيو يحضروا في العرس. المهم، والعرس غادي يكون في دارهم. قلت الله يا ربي الله. المهم ولكن ماشي مشكل، داك الوقيته دخلنا انا وهو شويه ديال الفلوس، عطانا الوالد الدار فين نسكنوا، بقينا نقادو في الدار وبيت النعاس ديالنا كيفاش بغينا يكون. المهم قدينا الدار وفرشناها وداكشي اللي خاصنا كله شريناه، ولكن لحد الان العلاقه ديالي مع زكريا محدوده، واخا حنا مزوجين. ماما قالت لي ما ديري والو حتى ديري العرس، وحتى هو كانت عنده نفس الفكره، قال لي ما نديرو والو حتى ان شاء الله ندوز العرس ديالنا. المهم قرب شهر 8 بدينا نوجدوا العرس. من بعد سافرنا انا وهو وعائلتي لبلادهم، وجلسنا معهم قبل العرس بنهار، لقيتهم هما مواجدين داكشي ديال العرس، وداروا وذبحوا البقره وداروا داك خزاين وداكشي. المهم داكشي بلدي، وانا صراحه ما كانش عاجبني بزاف داكشي،
قلت انا ماشي هادشي اللي بغيت، ولكن الوالد والوالده عجبهم الحال وفرحوا، وكانوا خواتات اللي جاوا من برا وعائلتهم بزاف. نهار العرس الصراحه زوين ما بيش، صراحه ماشي داكشي اللي كنت انا كما قلت لكم باغا، ولكن ماشي مشكل، فرحنا وضحكنا. ولكن اللي كان معصبني بزاف هي امو، عزيز عليها تنقر، عزيز عليها تعطي الاوامر، عزيز عليها شكل دايره، والدور الدور كانت تشوف فيا واحد الشوفه خايبه صراحه، كتتخلعني. ولكن انا كنت نقول اي ماشي مشكل، هي مرا كبيره وهكا دايره. المهم داز داك العرس، بقيت معاهم 3 ايام. من مورا العرس صافي قررنا نرجعوا لدارنا على حسب اصلا الخدمه، وحتى باش نرجعوا نكونوا مرتاحين انا وراجلي. ولكن امو ما بغاتش، قالت لي لا راني وجدت لكم بيت ناس ديالكم، ولكن انا نفضت ندير الليله ديالي تما كاينه. قلت حتى نرجع لداري بعدا نعقل عار عليها، ماشي وسط الصداع والغوات. المهم رجعنا، رجعنا انا وماما وبابا وزكريا. من بعد زكريا سبقني للدار، وانا مشيت لدارنا مع ماما وبابا. من بعد مشيت للحمام ومشيت عند الكوافوره وقديت راسي، وكان داك الساعه الليله ديال العمر ديالي، ضروري خاصني نكون زوينه وقاده ومصايبه. من بعد جا مورايا لدارنا، وكنت لبست واحد الكسيوه في البيض عاديه صراحه، وماما وعائلتي خواتاتي وخالاتي داروا لي داكشي ديال الزغارات والحليب والتمر، ومشيت انا وهو. المهم فاش كنا في الطوموبيل ماشيين وفي الطريق، قال لي زكريا فردوس شوفي غادي نديرو هاد الليله ان شاء الله ونسجلوها في فيديو ياكي، باش نبقاو ان شاء الله نفكروها وتبقى عندنا ذكرى. انا صراحه ما قلت والو، تقبلت الفكره. المهم دخلنا لبيتنا، درنا الكاميرا ديال التليفون وخلينا تسجل. من بعد ما سلينا وقفنا الفيديو وشفناه وضحكنا بزاف. من بعد راجلي دوز داك الفيديو للبيسي ديالو وخلاه، وكنا مره مره تنشوفوا داك الفيديو ونبقاو نضحكوا عليه، وكان نقولوا شوفوا الفيديو ديالنا. المهم كنا تنضحكوا. من دازت الايام ودازت السنين، وحمدت انا ولدت جوج تميمين، ولدت بنت وولد، وسميتهم يانيس وايناس، وفرحنا بزاف، وفرحتنا ما كانت قدها فرحه. انا وليت تنخدم غير في الدار. كبروا وليداتي تقريبا وسط واحد العامين، راجلي شرا واحد البيسي جديد وقال لي غادي نحول داك لي فوطو والفيديوهات اللي في البيسي ديالي، وان شاء الله هاد البيسي هذا غادي نبيعو. قلت لي صافي واخا، فعلا داكشي اللي دار، خدا البيسي جديد وحول داك الفيديوهات لي فوطو ديالنا وكلشي، ومسح كلشي من البيسي القديم. وفعلا انا يعني تاكدت من البيسي القديم ولقيت كلشي مسحو. المهم من بعد صراحه حطو ما باعو ما والو، خلاه في الدار. المهم دازت الايام، ولات الام ديالو الام ديال زكريا تجي تشوف الدراري، تتقول لي راني توحشت الدراري وبغيت نشوفهم، وكانت مره مره تجي عندنا، وحتى حنا كنا تنمشي وتنطلعوا عليها ونجلسوا معاها داك 3 ايام 4 ايام ونرجعوا وحنا هكاك. وحتى خواتات تولي على برا كانت تيجي عندي، واختي اللي كانت في اسفيتا هي كانت تجي عندي ونرحب بهم. الحمد لله ما كان حتى شي مشكل بيناتنا، انا من داك النوع اللي متقله، وحتى الا كاع وقع شي مشكل او داروا لي شي حاجه تندوزها وتنفكر ديما هضرت ماما تتقول لي التصرف الا دار معاك شي واحد شي تصرف صغير وعلقتي عليه انت او واجهتي ديك التصرف الصغير اكيد غيكبر ويرجع مشكل. داكشي علاش انا كنت ما تنسوقش وما تنخليش فين يوصلوني ولا فين يديروا لي المشاكل. المهم صراحه كانوا بزاف تيديروا تصرفات خايبه، ولكن انا كيف ما قلت لكم تنتغابى. واحد المره جا عندي زكريا قال لي راني خاصني نمشي ضروري لاسفي نشوف الوالده، البارح طلع ليها السكر بزاف وراه سخفات وخاصني ضروري نمشي. المهم قلت له صافي سلم عليها والله يشافيها وهذا وهذا. المهم كان خارج ويقول لي فين هو ديك البيسي، عطيه ليا راه ولد اختي وصاني عليه حيتاش العام الجاي عنده الباك وراه تيحتاجو في القرايه. انا نط جمعته وعطيته ليه، ويا ريت كنت شي وحده قبيحه ومسمومه وقلت ليه لا، يا ريت ما كنتش عطيته ديك البيسي. المهم خداه صافي مشى. انا صراحه صافي نسيت الموضوع، نسيت البيسي، نسيت كلشي. من بعد رجع راجلي مورا داكشي بعام، مات مورا داكشي فاش مشى هو عندهم وشاف مو دالهم البيسي. انا صراحه ما بقيتش كاع مشيت عندهم، هما مات عندهم شي حد من عائلته، ماشي بنت خالته ولا بحال هكا، ومشيت انا وماما نعزيهم. حتى داز الوقت يعني بزاف ديال الوقت مشيت نعزيهم انا وماما، ما كانش معنا زكريا، مشيت غير انا وماما. المهم دخلنا كلشي تيشوف فيا بنص عين، تحسي براسك بحال دايره شي حاجه. عزيناهم جلسنا درنا الكوتي وبداو يجبدوا شي مواضيع في شكل بحال تيهضروا على بنات الفشوش تيديروا الحوايج الخايبه، ماشي بحال بنات زعما اللي مساكن اللي ما في حالتهم جد دراوج، وبنات الفشوش غير بنات الزنقه. المهم بحال هكا وكلشي تيشوف فيا بحال قتله شي روح. المهم انا حسيت شي حاجه ماشي هي هذيك، بات داك الليله تما كاينه، بقيت تما انا وماما حتى الصباح جينا في حالتنا. المهم فاش كنا جايين قالت لي ماما ما عمرني نعاود نمشي معاك لهاد الدار ديال عبوستك نهائيا، داكشي اللي داروا داك الحشيان ديال الهضور ما عجبونيش البارح.
وهي تقول لي ماما أولي لا فضيحة، حتى ولادهم ما باسوهم ما قربوا عليهم. لا بنيتي عم ما نعود نمشي معك. فاش رجعنا عاودت الراجل كل شيء، قلت التعامل اللي تعاملت مع يمك، وحتى محد المنطات ما عطاوني مناش ما تسوقوش لينا، حتى انا مشيت جبت المنطات لراسي، وحتى ولادك ما هضروش معاهم ما تسوقوش ليهم، وعاد خشين ديال الهضور. وقلت لي ماما، قالت لي عمري نعاود نمشي معاك بنتي لعندهم من هذا النهار. وداك الهضره وداك الخشين ديال الهضور، ودفعنا انا راجلي هز التليفون وصون عليها وقال لها الوالده كي دايره بخير؟ اش داك التعامل اللي تعاملتو معاهم؟ وهي ترد عليه المعامله الزينه لبنات الناس ماشي بنات الزنقه. وقهوة تغاوت معاه في التليفون وقال لي اش هاد الهضره؟ وهي تقول لي راه شفت داك الفيديو ديال المسخه اللي داير داك المسخه ديال مرتك؟ وهي تقول لها اين فيديو تهضري عليه؟ وهي تقول لي راه اختك ورات لي واحد الفيديو ولدها وقع في البيسي. وهو يقطع عليها، جا عندي وعاود ليا كلشي، قال لي فردوس؟ قلت له نعم. قال لي الفيديو شافته الوالده؟ قلت له اين فيديو؟ قال لي ديال الدخله. انا تصدمت شوكيت، كنت غير نبكي ونضرب في الخادم ونقول ويلي على فضحتي اش درت. وانا نقول لك كيفاش دابا شنو هو الحل؟ وكيفاش انت واش ممسحتيش؟ ويقول لي انا مسحت ولكن ما فورماطيتوش، حيت قلت حتى نبغي نبيعو ان شاء الله وديك صار فورماطي، ولكن عطيتو لولد اختي لما فورماطيتو. وعاد عرفت ان البيسي ممكن نرجعي منو اي حاجه واخا ما فورماطيش. المهم بقيت تنغوت نضرب في خادي ونغوت نضرب في وجهي ونبكي ونقول لي ما راه فضحتي. وصراحه كنت خايفه ان الفيديو يتنشر، لان واحد الفيديو صراحه ما فيه ما يتشاف. ويقول لي ما تخافي والو، انا غادي نهبط للدار ونشوف داك الحمر ديال ولد اختي اش دار. درت فيه خير وندمني فعلا، مشى ونضل نضربه مع ولد اختو، وضربو ضرب خايب راشلي. عرف باللي الفيديو وصل للعائلة كلها، وبقى مسكين بحال مسطي يسوني عليهم واحد واحد يقول لهم مسحوه، كاين اللي تيقول له حنا ما عنديش، كاين اللي تيقول له عندي. مهم هو بحال ديك الهبيل تيقول لهم مسحوا الفيديو مسحوا، خصوصا ولد اختو قال لهم راه سافتون هنا وعطيناه لهنا. وبقاو يلعبوا عليه عائلته، هل يقول له الفيديو عند فلان وشافو، وفاش يصوني عليه يقول له ما عنديش. المهم ولا بحال شي مصطي في وسطو، شدت امه قالت له داك المره ما عندك ما دير بها، وداك الشيء ديال الوسخ ما عندنا ما نديرو به. هو يقول لها امي راه هذيك مرتي ومات وليداتي، كيفاش بغيتي نتفرق عليها؟ علاش اش درت لك بالسلامه؟ وهي تقول ليه مرات الراجل ما درش داك الشيء. وهو يقول لها راه معايا امي، واش انت بانت لك غير هي ما شفتينيش انا؟ ولكن هي كانت خدات واحد الفكره عليا انا خايبه، ما يمكنش شي حد يزولها ليها من دماغها، مهما شرحتي ليها مهما طلبتي فيها، ولكن الغلطه ماشي ديالها هي، الغلطه ديالنا حنا، الغلطه ديال ولد اختو. المهم تسرب الفيديو والعائله ديالو كلها عرفت. امو قالت ليها السخط رضا طلقها، وهو ما استوعبش الفكره. من بعد ما رجع عندي وعاود ليا هادشي كلشي اللي عاودت لكم، وانا نقول ليه واخا نطلقوا، واخا انا صراحه ما دايره لا بيدي ولا برجلي، ولكن باش يتحط الطلاق مع الرضا والسخط اكيد هو غيختار الرضا، ولكن انت انا ما بغيتلوش السخط. المهم هادشي اللي كتب عليا انا، وفعلا عاودت لماما وبابا كلشي اللي وقع. هو يقول لي الوالد ما عندك بنيتي ما دير، هادشي اللي كتب عليك. وهي تقول لي الوالده ابنتي رزقك صافي سلام مع هاد ولد الناس. وفعلا تفرقنا فرق حبي، وسدينا داك البيرو وكل واحد دار البيرو ديالو بوحديته. ومن بعد الطلاق ديالنا زكريا دخل في اكتئاب حاد مده 4 شهور، وحتى حد ما عرف مالو، وكان دائما تيتغوت مع العائله ديالو ويقول لهم نتوما هما سبب المشاكل ديالي. ومن بعد ولا تيقول لهم انا، ولا تيقولوا للعائله ديالو بلي انا اللي سحرت ليه ودرت ليه السحور، ولكن انا اخر همي هو انني نسحر، حيت واخا طلقنا بقات بيناتنا التليفون، وكان صراحه داك الوقيته دائما تيعاود لي اي حاجه وقعت بيناتهم. من بعد 4 شهور مسكين ديال الاكتئاب زكريا دخل المصحه ديال الامراض النفسيه، واللي كان سببه العائله ديالو، وطلقنا. وما نساوش المشكل الكبير هو داك الفيديو. زكريا مسكين واخا هكاك تيبقى بين وليداتي، مرض بزاف ولا تيهضر غير بوحدو. واخا هكاك حاولت انني نرجع ليه ونكون معاه ونقول لي باللي ان شاء الله غادي نرجع انا وياك ونتزوجوا، ولكن زكريا لا طلع عطاه، الله يشافيه يا ربي يكون معاه. ودابا هو في دارهم وانا رجعت عشت مع والديا انا وولادي. واحد النهار صونات عليا اختو وتطلب مني السماحه وقالت لي راه حنا السبب سمحوا لي. وبصح فعلا درت فيها وقلت لها انت هما السبب، وهادشي اللي وقع ليه لا انا لا هو ما عمرني غادي نسامح ليكم نهائيا، والله ياخذ فيكم الحق. وقطعت عليها. وعائلته لم ولا خواتاتو عمرهم بقاو سولو في ولادهم نهائيا. بديت انا تمشي تنهز طوموبيلتي وتمشي حتى لاسفي، وتنبقى بعيد على دارهم، وواحد ولد خالتو تيجيبو لي حتى لعندي الطوموبيل وتنهزو تنديه نطلعو معايا للرباط باش يجلس مع وليداتو يلعب معاهم. هو راه عارفهم بانهم ولادو وتيلعب معاهم وتيقول لهم بابا، ولكن واخا هكاك هو عارف هو في شكل، يعني ما نقدرش نوصف لكم الحاله ديالو كيفاش دايره، تيبغي يبقى بوحدو. المهم تتحس بداك الشخص راه مريض. المهم بقينا هكاك تيمشي وتردو وتجيبو وتردو. ومن هاد القصه تعلموا ان من اغلاطنا نقدروا نضمروا حياتنا،